إذا كنت تعتقد أنك لست سعيدا، انظر لهم. إذا كنت تعتقد أن راتبك قليل، ماذا عنها؟ إذا كنت تعتقد أنا لا أصدقاء لك، فكر فيهم. إذا فكرت يوما بالاستسلام، فكر بهذا الرجل. إذا كنت تعتقد أنك عانيت بحياتك، هل عانيت بقدره؟ إذا اشتكيت من نظام النقل، ماذا عنهم؟ إذا كنت ترى أن مجتمعك غير عادل معك، انظر لها. هل ما زلت تشتكي؟ استمتع بحياتك كما هي وكما جاءت. هناك أشياء أسوأ لدى الغير منك، ولديك الأجمل. أحدهم أحضر لك نايك بدلا من أديداس، لديهم نوع وعلامة واحدة. هل الدراسة تضايقك ولا تضايقهم؟ تكره الخضار وهم يتضورون جوعا. لست ممتن للسرير الذي تنام عليه، هم يتمنون ألا يصحوا أبدا. تأمل حولك واشكر الله على ما لديك في هذه الحياة العابرة. لا تقاس الحياة بطول السنين، بل بعرض الأحداث. هناك أشياء كثيرة بالحياة ستجذب عينيك، ولكن القليل منها سيلامس قلبك. لنقلل من الشكوى ونكثر من العطاء. اللهم لك الحمد والشكر على نعمك وفضلك. اللهم ارزقنا القناعة والأمن والأمان. اللهم آمين يا رب العالمين.